مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. النهاردة حلقة مميزة للغاية لأنها كلها من معارض، تقريبا معرض أجرو دلتا، وهو المعرض الزراعي الوحيد في الدلتا. الحقيقة النهاردة شفنا تميز كبير للمعرض ومشاركة كبيرة جدا من الشركات ومن المزارعين ومن المواطنين، مشاركة كبيرة جدا على أعلى مستوى وتنظيم نحيي عليه القائمين عليه. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا، احنا بنقدم واجب العزاء لأسرة الزميل طارق خليل، وهو أحد زملاء المذيعين مقدمي البرامج الزراعية، وكان بيقدم برنامج في قناة الصحة والجمال وفي قناة الحدث، ووفاته المنية النهاردة في مسقط رأسه. الحقيقة يعني خبر حزين جدا تلقيناه كلنا يعني بالحزن، وبنواسي أهله وأسرته وأصدقائه، بنقدم لهم خالص العزاء. إن الله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا، يعني احنا زي ما كلمت في المقدمة، احنا كنا النهاردة لسه راجعين من المنصورة في اليوم الأول من معرض أجرو دلتا في دورته الثالثة. مش بس معرض أجرو دلتا، كمان المؤتمر الوطني لتنشيط الاستثمار الزراعي والداجني والسمكي بحضور يعني كبير من الشركات، من الخبراء الوطنيين، من العلماء في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والزراعة، وكمان مشاركة كبيرة جدا من المزارعين في مختلف المحافظات. يعني شفنا النهاردة ناس من المنوفية وناس من الغربية وناس من الإسماعيلية وناس من الصعيد، مشاركة كبيرة جدا رغم أن المعرض في المنصورة مش في القاهرة. ده بخلاف كمان أن في مشاركة من كبار الشركات العاملة في المجال الطب البيطري والداجني والأعلاف، منها شركات كبيرة. الحقيقة تشرفنا بأن احنا قابلناهم النهاردة وسجلنا معاهم، وإن شاء الله هتشوفوا التقرير. وكمان التقينا بالكثير من الأصدقاء والزملاء الأعزاء في المعرض، يعني مشاركة مهمة جدا وفعالة وحيوية في دعم وتنشيط الاستثمار، بلقاء المزارع بالشركة العارضة، يعرف المنتجات الجديدة بتاعتها، يعرف المستلزمات الجديدة اللي بتعرضها، يعرف كل ما هو جديد في القطاع الداجني. نتمنى هذه المعارض تستمر ويتم تكثيفها خلال الفترة الجاية، لكن بالأسلوب الصحيح، بالأسلوب المتزن للناس اللي هي أصلا متخصصة في هذا المجال. ما ينفعش كل الناس تدخل من بره على المعارض، او ناس غير متخصصه تشتغل تعمل معرض، كله بيعمل معرض. لا، الناس المتخصصه في هذا المجال اللي بتعرف تقدم خدمه من الشركات المزارعين وبتعرف تقضي على الحلقات الوسيطه، ده هو المطلوب. بالاضافه الحقيقه للمعرض، في اسلوب جديد مستحدث في المعارض، وهو اقامه ورش تدريبيه ودعم فني وغيرها من الخبراء الوطنيين للمزارعين مجانا، بيردوا فيه على كافه الاسئله والاستفسارات الخاصه بالمزارعين وصغار المربين الدواجن او صغار او اصحاب المزارع السمكيه او غيرهم. النهارده شفنا في على هامش المعرض في المؤتمر الوطني لتنشيط الاستثمار الزراعي والداجني والسمكي، وده الحقيقه شارك فيه الكثير من الخبراء الوطنيين. كان منهم الدكتور ياسر عبد العزيز، كان منهم الدكتور ماهر ابو جبل، كان منهم الدكتور احمد الفقي، كان منهم الدكتور عبد العزيز السيد، كان منهم عالمنا الدكتور مجدي القاضي، كان منهم اصحاب شركات، كلهم قدموا الخدمات او المعلومات والاستفسارات للمزارعين اللي كانوا بالفعل حضروا هذا المؤتمر في جلسات متعددة بدأت من الساعة تقريبا 11 لحد آخر اليوم. احنا هنطلع أول لقاء لينا في المعرض، يطلع لقاء الدكتور ماهر أبو جبل، وهو عضو مجلس نقابة المهن الزراعية وكمان أحد منظمي المؤتمر، هيتكلم معانا عن المؤتمر وتنظيم المؤتمر. هنطلع نشوفه ونرجع لكم تاني.
ماهر ابو جبل مقرر لجنه الاستثمار في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب واحد منظمين معرض اجرو دلتا. اهلا بحضرتك في برنامج من سيزرع المليون. النهارده احنا شايفين اقبال كبير جدا على المؤتمر الوطني الاول لتنشيط الاستثمار الزراعي والدجيني والسمكي واللي بيقام على هامش ومعرض اجرو دلتا وحضرتك احد المنظمين فيه. عاوز اعرف من حضرتك يعني تنظيم هذا المعرض هذا العام شايفه ازاي ومدى الاقبال عليه شايفه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هقول مدى الاقبال، انت اعتقد الكاميرا الصادقه اللي بتصور النهارده شايفه مدى الاقبال الرائع اللي من اهلنا واخواتنا واصحابنا في الدلتا، فلاحين ومستثمرين الدلتا حقيقي بيسجلوا النهارده شهاده تقدير للمؤتمر وللمعرض النهارده اللي انا متاكد انه هيكون علامه فارقه في تاريخ الدلتا وان شاء الله في تاريخ مصر القادم. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا بدانا بقى نستجيب لنداءات الرئيس نادى كتير قوي عايزين ننشط الاستثمار الزراعي، ومع الوقت الصناعه عملت مؤتمراتها والتجاره عملت مؤتمراتها، انما حقيقي الزراعه اتاخرت. فاحنا النهارده بنعمل المؤتمر الوطني الاول لتنشيط الاستثمار الزراعي والداجني والسمكي، وان شاء الله المشاية كمان قريب. احنا بنقول مصر ارض الخير، من مصر ارض الخير، من دلتا مصر دلتا الخير، هنحقق ان شاء الله اللي بلدنا وشعبنا وقيادتنا السياسيه بتحلم بيه ان شاء الله. ممكن خلال المعرض والاقبال الكبير من المزارعين وصغار المربين الدواجن، ازاي والمزارع السمكيه، ازاي ممكن المزارعين وصغار المربين والناس اللي بتزور تستفيد من هذا المعرض على الارض الواقع؟ حقيقي النهارده الشركات مش جايه تعرض منتجاتها بس، حقيقي جايبه معاها استشاريينها وفنيينها، دعم الفني كامل موجود في كل بارتيشن من بارتيشنات المعرض، بيقدم كل معلومة فنية محتاجها المستثمر الصغير أو المستثمر الكبير في القطاع الداجني. عشان كده أنا بقول النهاردة كن صادق مع نفسك ولف وخد وقتك مع كل شركة واسأل وما تخافش، هتاخد المعلومة بكل صدق ودقة، أحدث ما توصل ليه العلم سواء داخل مصر أو العالم كله، لأن الشركات اللي موجودة من أكبر الشركات اللي موجودة في القطاع الداجني والسمكي اللي موجودين في مصر كلها. فكرة تنظيم المعارض والمؤتمرات إزاي ممكن تدعم الاقتصاد المصري باعتبار ان المعارض في الدول الاجنبيه والدول الاوروبيه من اهم واساسيات كل صناعه؟ السوق، احنا بنشتكي بقالنا فتره ان عندنا اهتزاز في السوق المصري. احنا كرجال اعمال في الماركت بنشتكي من حاجتين، من الليكويديتي ومن الكاش فلو. الليكويديتي هي السيوله اللي موجوده في السوق، والكاش فلو ازاي ندير حركه فلوسنا. حقيقي المعارض النهارده خلت بتعمل حاجه اسمها برين ستورمنج، يعني كلنا كعصف ذهني بنجتمع مع بعض ونعمل عصف ذهني بننقل خبراتنا وتجاربنا مع بعض. انا متاكد كل واحد قعد مع شركه وبدا يطرح وجهه نظره ومشكلته، بدانا نعمل حوار مجتمعي بيننا وبين بعض على النطاق الصغير. بس المره دي في المعرض السنه دي عملنا شكل جديد، خلينا البرين ستورمنج من خلال مؤتمر وطني لتنشيط الاستثمار الزراعي والدجيني والسمكي. بنعمل اللقاء دوت بشكل فيه اكثر خبره واكثر احترافيه علشان نقدم خبرات اعلى واشمل عشان المستثمر يقدر يعالج مشاكله. بشكر حضرتك جدا دكتور ماهر جبل، شكرا جزيلا لحضرتك من برنامج من سيزرع. حقيقي من سيزرع المليون حط اللبنه الاولى، وبصفتي عضو مجلس اداره نقابه الزراعيين انا بحيي حضرتك على البرنامج وبشكر كل المشاهدين اللي بيتابعونا، لان برنامج يستحق المشاهده. شعارنا دايما نعمل معا ننجح معا، نلتقي لنرتقي، نختلف لنكتمل، معا نستطيع تحقيق المستحيل. استاذ شعبان، من سيزرع المليون، ومشاهدينا الكرام وشعبنا واهلنا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا استاذ شعبان. مشاهدينا رجعنا لكم مره تانية، معا نستطيع تحقيق المستحيل، يعني دي كلمات من الدكتور ماهر ابو جبل وهو صديق عزيز، اتكلم على اهميه تنظيم المعارض. يعني كل الخبرات العلميه وكل ما توصل اليه العلم في القطاع الداجني كان موجود النهارده في معرض اجرو دلتا على كافة المستويات، سواء من شركات الأعلاف، سواء من شركات التسمين، سواء من شركات المعدات الخاصة بالقطاع، سواء المعامل، وكمان في معنا يعني لقاء مع الدكتور أشرف صيوح وهو يعني تقريبا الأول في الدلتا وعلى مستوى مصر في تشخيص أمراض الدواجن، هنسمع معاه حكايات كتير. لكن كمان كان أكتر مشاركة في المعرض وكان في مشاركة جديدة فيه هو مشاركة أحد الشركات الخاصة بالحيوانات الأليفة، وكان في إقبال عليها كبير.
نتمنى يعني خلال الفترة اللي جاية يكون في مشاركة كمان من وزارة الزراعة. يعني هل المعارض دي بالفعل بتقوم بدور بديل عن الإرشاد الزراعي؟ ليه النهاردة وزارة الزراعة ما فيش حد حضر منها في المعرض؟ فقط كان في تمثيل من محافظة الدقهلية، سكرتير عام المحافظ ووكيل وزارة الزراعة وعدد من المسؤولين، كمان كان في قيادات الاتحاد التعاوني الزراعي والحاج ممدوح حمادة كان حاضر، والحقيقة شعبة الدواجن دكتور عبد العزيز السيد والكثير من المتخصصين في هذا المجال، والتقيت بالكثير منهم خاصة الدكتور يوسف العبد وهو صديق عزيز ولينا لقاء معاه كمان. لكن الحقيقة النهاردة بسبب ان احنا لسه جاي من المنصورة ففي مشكلة في ان احنا مفيش وقت نعرض كل الحاجات اللي كانت في المعرض، ونوعدكم الأسبوع اللي جاي نكمل باقي الحاجة لكن هنعرض كمان جزء منها. نرجع لنقطة مهمة تانية وهي الإرشاد الزراعي. هل المعارض التي تقام في الدلتا أو في القاهرة أو في محافظات الصعيد أو في الشرقية، مختلف المعارض الزراعية والبيطرية والسمكية والحيوانية، هل ممكن تؤدي الدور البديل للإرشاد الزراعي؟ يعني في معرض أجري بيزنس احنا شفنا جناح للاستشاريين في مختلف المحاصيل الزراعية وكان لهم دور كبير جدا الحقيقة في استقبال المزارعين والرد على أسئلتهم والكلام معهم وش الوش بدون أي تكاليف. يعني الحقيقة كنت أنا بقف مع الاستشاريين الزراعيين وكانوا بيردوا مباشرة على المزارع، مزارع في حيرة كبيرة في أمر معين أو موضوع معين وبتم الرد عليه فيه. فهل فعلا المعارض الزراعية ممكن تؤدي دور الإرشاد الزراعي ولا لا؟ خاصة ان عندنا فعلا في مشكلة في الارشاد الزراعي، مشكلة كبيرة جدا وهي غياب دور الارشاد الزراعي. يعني الدكتور علاء عزوز مشكورا تولى رئاسة قطاع الارشاد الزراعي خلال الايام الاخيرة حوالي من 10 ايام، واحنا بنتعشم خلال الفترة الجاية يكون في تفعيل لدور الارشاد الزراعي، افكار جديدة خارج الصندوق، استعانة بالاستشارين الزراعيين، زيادة الميزانية خاصة بالإرشاد الزراعي، تفعيل دور الجمعيات الزراعية علشان تقوم بدور أكبر لخدمة الفلاحين والمزارعين. يعني الحقيقة الإرشاد الزراعي هو العصب الأساسي وهو العمود الفقري للفلاح المصري. زمان كنا بنشوف المرشد الزراعي هو اللي بيلف على المزارعين في القرى ويلف على المحافظات وعلى القرى وبيخرج وبيشوف الافات والحشرات المنتشره وبيحط لها حلول، مش بس توزيع اسمده، مش بس في بعض الجامعات دلوقتي متخصصه في توزيع البطاطين. احنا نروح للقاء تاني جهز معانا وهو الدكتور اشرف صيوح رئيس مجلس اداره شركه او معامل صيوح لتشخيص امراض الدواجن، هو المستشار العلمي للمعرض. هنخرج نشوفه كلام رائع، معامل مجهزة على أعلى مستوى، هي الأولى في مصر، منتشرة في 18 محافظة كلها شباب، وده حقيقة نموذج كبير يحتذى به. هنطلع نشوف لقائنا مع الدكتور أشرف صيوح ونرجع لكم تاني. دكتور أشرف صيوح رئيس مجلس إدارة معامل صيوح لتشخيص أمراض الدواجن، المشرف العلمي على معرض أجري ودلتا في دورته الثالثة، أهلا بحضرتك في برنامج مجلس أزرع المليون. النهاردة الحقيقة شغل مميز لحضرتك في المعرض، قبال كبير من الزائرين على حضرتك. عاوزين نعرف حضرتك الأول بداية مشاركة حضرتك في المعرض السنة دي كانت إزاي، وبعد كده نتكلم على شغل الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضرتك وبرنامج من سيزرع المليون على تواجده في المعرض والتغطية الإعلامية الرائعة، وبشكر إدارة المعرض وبخاصة الأستاذة دينا أبو المجد على تنظيمها المعرض أجرو دلتا المتميز ودايما ناجح بإذن الله سبحانه وتعالى، ودايما مزيد من التقدم والنجاح. بالنسبة لمشاركتي السنة دي في المعرض، احنا صراحة بنزرع فكرة، احنا مش الهدف ان احنا نعمل تسويق او اعلان لنفسنا،
ولكن بنعمل تسويق لفكرة أعتقد أن مصر كلها محتاجاها، هو الأخذ بالأسلوب العلمي الحديث لتشخيص أمراض الدواجن، لأن تشخيص أمراض الدواجن مهم جدا عشان أدي لحضرتك علاج أو أدي لحضرتك نصيحة أو أدي لحضرتك روشتة علاج مش مضادات حيوية ولا تحصينات وفقط، لابد من التشخيص الجيد للأمور. فاحنا هنا بنعرض مؤسسة متكاملة لتشخيص أمراض الدواجن، صناعة الدواجن في مصر تستحق أن يكون وراها مؤسسة قوية فيها تخصصات مختلفة، فيها كوادر علمية حديثة وكوادر علمية مدربة وكوادر فنية يعني لها خبرات عالية جدا، فيها أحدث الأجهزة المتكاملة، فيها يعني كتير جدا هنتكلم عليه دلوقتي لخدمة صناعة الدواجن. فمهم جدا أن احنا نزرع هذه الفكرة يا جماعة، نتبع الأسلوب العلمي الحديث، يبقى فيه تشخيص سليم تشخيص قوي، ساعتها يكون صدقني في علاج ومشاكل كتير جدا هتتحل بالتشخيص السليم. ده الهدف الأساسي وتواجدنا في وسط الناس. هنعمل إيه بمصانع العلف لوحدها؟ وهنعمل إيه بالأمهات لوحدها؟ هنعمل إيه بالجدود لوحدها؟ هنعمل إيه بأطراف الصناعة المختلفة لوحدها؟ هنوظف الأدوية إزاي؟ هنوظف التحصينات إزاي؟ ده الفايدة بتاعة الإيه؟ المركز العلمي بتاعنا المتخصص اللي هنقدر ننصح بيه العامل بتاعنا. ركيزة نجاحنا هو عاملنا، ركيزة نجاحنا هو عاملنا، هو مشروعنا، لما مشروعنا بيكبر عملنا بيكبر، احنا شركاء النجاح، اقتصادنا بيقوى، الامن الغذائي بتاعنا بيتحقق، بلدنا بتستقر بتزدهر. فمهم جدا لو كل واحد فينا عمل اللي عليه في مكانه، وصدقني مصر هتنهض بطريقه اكبر ما احنا نتخيل واسرع ما احنا نتخيل. فاحنا حاسين بالثمره، زرعنا بذره وحاسين بالثمره، والحمد لله ناجحين بنسبه عاليه جدا مع الناس اللي حوالينا، ونرجو النجاح والتوفيق لكل اطراف الصناعه في مصر. فاحنا ضلع بسيط بيكمل ولكن مهم، معرفش ان انا اوصف، معرفش ان انا اشخص بدون ما ليا عيون كتيره، بس مش اعتمد على التشريح ولا على المقص، لكن ابص على كل الزوايا بتاعه التشخيص. مشكله هل هي اعلاف، هل هي ميه، هل هي اداره، هل هي مانجمنت، هل هي تطهير، هل هي تعقيم، هل هي ميكروب، هل هي بكتيريا، هل هي فيروس، هل هي حاجه خاصه بالكتكوت، حاجات كتيره جدا. مين اللي هيجاوب على الاسئله دي كلها؟ مش مجرد النظره، ولكن جهد مضني ومتواصل بيبذله المركز على مدار اكتر من 12 ساعه في اليوم، على مدار الايام الاسبوع كلها، بفريق عمل متكامل الحمد لله رب العالمين. وقادرين باذن الله سبحانه وتعالى نطور نفسنا في الفتره الجايه، ونقدر نتحمل مسؤوليه مع العملاء بتاعنا بطريقه كويسه جدا باذن الله. مدى انتشار معامل الدكتور أشرف صيوح ازاي في المحافظات، سواء في ومركزه فين؟ يعني هل هو ليه مركز معين بيتم اخذ كل العينات ليه، او الناس بتجي له؟ عدد المعامل اللي فيه ايه؟ عدد الزائرين قد ايه؟ والله حضرتك بالنسبه للمعمل عندنا احنا مسمينه معامل صيوح لتشخيص امراض الدواجن، علشان نحقق الفكره دي حبينا ان احنا نعمل مقر اساسي، لان العبره مش بكثره الفروع ولا العبره بي، ولكن العبره بالانتشاريه، ان يكون لك تاثير واضح وقوي، ان تلجا اليك مشاريع المختلفه في الصناعه لتشخيص المشكله بشكل دقيق وقوي. ده بصراحه انا شايفه بيتطلب التمركز في مكان قوي. اختيارنا لوسط الدلتا، بتعتبر الدلتا هي عاصمة الدواجن في مصر كلها، مهما يعني برغم المشروعات الكبيرة الموجودة على الصحراء وفي الأماكن الصحراوية المختلفة وفي الوادي الجديد وفي وادي النطرون ومختلف أنحاء الجمهورية، دولت جزء كبير منهم بموجود في الدلتا وبيخطم في الدلتا وبيلجأ لنا في المعمل بعد النتائج القوية اللي اتحققت. فلذلك المعمل قدر يعمل وحدة لتشخيص أمراض الدواجن عن طريق وحدة البي سي آر. وحدة البي سي آر دي سواء كانت ريال تايم أو كونفنشال بتقدر تكتشف الفيروس في فترة مبكرة قبل أن يصيب القطعان، بتقدر تقيم بشكل كويس جدا هل القطيع متعرض لفيروس ولا مش متعرض لفيروس، ودي بتدينا يعني حماية مبكرة للقطعان، ودي نقطة إضافة قوية جدا، وبالذات إذا العامل استخدمها في أوقات معينة من الدورة حسب النصائح اللي بنديها له. مش بس كده، هل إحنا حصلنا التحصين ده بيحتاج إيه؟ بيحتاج ان انا ياخد رد فعل مناعي. طب ازاي ان انا اقيس رد فعل مناعي؟ فدخلنا الاجهزه الخاصه بقياس المناعات، سواء المناعات الاميه عمر يوم للكتكوت، كتكوت بيحمل مناعات اميه قد ايه من اول الدوره. بقدر اعمل برنامج تحصين مش معتمد بس على 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 خبرتي الطويله، ولكن بعتمد على قدر ما يحمله الكتكوت من مناعه اميه، مدى التجانس اللي موجود في المناعه الاميه،
بعد كده بنحط برنامج تحسين قوي، بنمشي الدورة بتاعتنا، عايز أقيم الدورة، أعمل اختبار الحساسية، أشوف البكتيريا، أشوف عزل بكتيري لجميع أنواع البكتيريا موجودة عندنا الحمد لله رب العالمين. طب لو في مشكلة بتخص العلف بنقدر نقيم الأعلاف، نعمل تحليل بروتين، تحليل طاقة، تحليل رانسيدتي، الأسيد نمبر، السموم، كل أنواع التحليل الموجودة بفضل الله. طب نفرض المشكلة في المية، برضو مشكلة تحليل المية موجود، العميل مش قال اللي وصل لنا محتاج نصايح، بفضل الله ضمينا للمعمل العيادة المتنقلة، ودي الفكرة الأولى في مصر كلها، عيادة متنقلة شعارها بنصلك أينما كنت عشان نخفف المعاناة على المربين. مش كده بس، قدرنا إن احنا نعمل أكتر على أكتر من 100 ندوة علمية للمربين عشان نزود موضوع الأورنس ونقنعهم بهذه الفكرة، يا جماعة الصناعة تستحق إن هي نعمل فيها كل جديد، والحمد لله الناس تجاوبت معنا بصورة كويسة، عملنا الأورنس، عملنا التحاليل المختلفة، موجودين مع الناس باستمرار في مركز واحد، المركز بيكبر. مش كده بس، الحمد لله سبحانه وتعالى يمكن المكان الوحيد اللي في مصر، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك، بنعمل ابيديميولوجي او نوع من الخريطه الوبائيه المبسطه للامراض على، واحنا الحمد لله بنتعامل مع اكثر من 18 محافظه على مستوى مصر. عملنا تحاليل يعني بتصل بالالاف في السنه الواحده الحمد لله رب العالمين، شغالين بقى لنا 30 سنه، شرحنا اكثر من 2-3 مليون طائر، فالخبره المتراكمه دي قدرنا نطورها باجهزه حديثه وفريق عمل متكامل، نقدر ندي للمربي بتاعنا والمشروع بتاعنا يعني ادفايس ونصيحه كويسه ورشده علاج تطوره، مش بس ان هي تقلل النافع او بس، لا تطور ازاي مشروعك هتتطور. بنهتم جدا بالشباب، بنهتم جدا بصغار مربين، عندنا مربين بقى عندهم امل يشتغل في الصيف وفي الشتاء، مش يشتغل بس في الصيف ويبطل في الشتاء، عندنا نماذج مشرفه من الشباب اللي كان بادئ بعدد بسيط ودلوقتي ما شاء الله عنده مشروعات كبيره بفضل الله سبحانه وتعالى، واخذ بالاسلوب العلمي الحديث اللي بنحاول ان احنا نزرعه يعني في وسط هذه الصناعه، واعتقد ده دورنا، ولازم الانسان يسيب وراه بصمه ويسيب اثر، ويا رب يعني يتقبل مننا اللي احنا بنعمله ده، واحنا سعداء وبنقول لعملائنا وبنقول للناس كلها احنا شركائكم، بس شركائكم في النجاح، شركائكم في المسؤوليه، وكلكم راع وكلكم مسؤول، وانا بحس ان في مسؤوليه مهمه تجاه الناس اللي زيي، ومصر مليانه بالخبرات العاليه جدا، بس لو تكاتفنا هنقدر ندي الكثير. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور أشرف صيوح، رئيس مجلس إدارة معامل صيوح لتشخيص أمراض الدواجن والمشرف العلمي على معرض أجرو دلتا، شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني يكون في زيارة خاصة لمعامل حضرتك في وسط الدلتا ونتكلم بصورة أكبر عنها. شرف لينا يا فندم، والبرنامج العظيم من سيزرع المليون، وإن شاء الله كلنا نزرع ونحصد الملايين من وراء هذه الصناعة. أشكرك شكرا جزيلا لحضرتك وللسادة المشاهدين، شكرا. مشاهدينا لقاء مهم جدا، كلام علمي محترم من الدكتور أشرف صيوح، وهو له سمعته الطيبة في الدلتا وفي مختلف المحافظات، والأكثر انبهارا في تجربة الدكتور أشرف صيوح هو أنه بيعتمد على النماذج الشابة الناجحة اللي عندها حماس، اللي عندها طاقة، اللي حابة تشتغل، اللي حابة تفيد أكتر، وده شفناه النهاردة في مشاركته والفريق بتاعه. وكمان الأكثر أهمية من ده أنه مش بس بيشخص جانب معين من المرض، لكن في عنده معامل في مختلف التخصصات اللي من خلالها يعرف إيه السبب في مرض هذه الدواجن، أو إيه نفوق الدواجن دي، أو إيه السبب الخاص بالشكاوي هذا المربي، فهو عنده منظومة متكاملة لكشف هذه الأسباب. إحنا معنا كمان لقاء مع الأستاذ محمد زكريا المدير العام لشركة النور والبركة، والحقيقة النور والبركة من الشركات اللي بتشارك في مختلف المعارض ولها منتجات عظيمة جدا شفناها في أجرينا 2018 وأجرينا 2019، وشفناها النهاردة في أجرو دلتا في دورته الثالثة، وكان في مشاركة كبيرة منهم في المعرض بمنتجات جديدة بفريق علمي واستشاري بيقدم الخدمات دي المزارعين، وعلشان صغار المربين، علشان ما ننساش كمان احنا قابلنا اصدقائنا من صغار المربين واللي هم اساس الصناعه.
يعني احنا دايما الناس بتتكلم على الشركات على الشركات على الشركات. لا، النهارده احنا قابلنا استاذ ماجد عثمان وهو صديق وضيف عزيز على البرنامج، وقابلنا الكثير من النماذج او من صغار المربين اللي بيسعوا دايما انهم يشوفوا الجديد، وكمان قابلنا الاستاذ خالد سعودي وهو الاعلامي خالد سعودي وهو صديق عزيز من سنين طويله ومن احسن الاعلاميين في القطاع الدجين واللي بنتعلم منه بالفعل في هذا القطاع. هنروح نشوف لقائنا مع الاستاذ محمد زكريا المدير العام لشركه النور والبركه للعلاف، وهنرجع لكم ثاني. استاذ محمد زكريا المدير العام لشركه نور البركه للعلاف، اهلا بحضرتك في برنامج من سازر على المليون. النهارده شايفين مشاركه رائعه من شركه نور البركه في معرض اجرو دلتا في دورته الثالثه. كنت عاوز اعرف من حضرتك يعني طبيعه مشاركتكم السنه دي، وكمان ابرز الحاجات اللي نازلين بيها لصغار المربين ومربين الدواجن السنه دي. هو بصراحه المشاركه ديت الثالثه لينا هنا، حتى لو كان المعرض صغير او كبير، بس احنا لازم ننزل جميع اطياف الشعب. والمشاركه لينا ما هياش مشاركه مكسب اكتر ما مشاركه تعريف الناس وتطوير ثقافه الناس للمعارض ايه هي اصلا وايه هي الاعلاف وليه بنستخدم الاعلاف وما بنستخدمش الذره. بقى خلاص لازم نواكب العصر الاوروبي في صناعه الدواجن والتحويل الاعلى في مصر. بالنسبه لصغار المربين ده قطاع بيعاني الكثير ومحتاج يوصل للمعلومة الصحيحة. انتوا في النور والبركة ايه الحاجات اللي بتقدموها لصغار المزارعين صغار المربين خاصة مربين الدواجن واصحاب المزارع المساحات الصغيرة؟ احنا بنقدم لصغار المربين وكمان صغار الدكاترة البيطريين، يعني بناخد بندرب المربين تشريح واللي هم لسه بيبدأوا في تربية مزارع، بندربهم عندنا في المصنع مع اتحاد مع المعمل الاوروبي مع المعمل الهولندي تشريح وازاي ربي مزارع، وثانيا ازاي بيعمل دوره عاليه جدا، وازاي يعمل يعني مزرعه مغلقه. فبنديله الوعي الثقافي، فعندنا وعي ثقافي قبل الوعي. يعني كمان ما فيش مش بس انتوا بتقتصروا على بيع منتجات كشركه، لا كمان انتوا بتوصلوا لازم في شهر 9 سنويا. في شهر 9 بناخد سنه رابعه وسنه خمسه من كل جامعه الاوائل، طبعا بناخدهم بنضربهم، وحتى صغار مربي معاهم، ومربين اللي هم يستحقهم داخلين مشروعات ب 10,000 كتكوت حتى او 5,000 كتكوت او 1,000 كتكوت. احنا بندي لهم الثقافه ديت مننا كاهداء لمصر وكل شيء، وان احنا نرفع الاقتصاد المصري حتى بصغار المربين، لان لا تقام مصر الا بالصغار. شكرا جزيلا لحضرتك. بحضرتك شكرا لحضرتك. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه. الحقيقه اللي شفته النهارده أن منظم المؤتمر شاب، وأن المديرين الشركات معظمهم من الشباب، وأن الفرق الخاصة في المعرض من الشباب، وده نماذج يحتذى بها خاصة أن كل الدول في العالم بتعول على الشباب. موضوع مهم تاني وهو موضوع الشركات القطاع العام. عندنا مئات من الشركات القطاع العام اللي تم خصخصتها واللي تم بيعها واللي تم يعني إنهائها، وتجمدت أو تجمد شغلها خلال الفترة اللي فاتت. لكن النهاردة شفنا نموذج كان بيعاني من أزمات كتير خلال الفترة اللي فاتت، والحقيقة خلال الثلاث سنين الأخيرة أو الأربع سنوات الأخيرة شهدت شغل كتير وتطوير كتير على كافة المستويات، وهي شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية، واللي بيرأسها الدكتور يوسف العبد وهو عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، وهو كمان رئيس لجنة الشركات بالنقابة. والحقيقة يعني هو بينافس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين هذا العام، وإحنا بندعمه باعتباره صديق عزيز، وباعتبار أنه له شغل كتير خلال
الفترة اللي فاتت على مستوى الشركات وعلى مستوى دعم الشركات، دعم القطاع الخاص، الاستثمار في القطاع الخاص، تطوير شركة المهن الطبية. دكتور يوسف العبد النهاردة اتكلمنا معاه عن الشركة وشغلها، التطوير اللي حصل فيها، الأزمات اللي مرت بيها. لكن كمان قبل ما نطلع لحوارنا مع الدكتور يوسف العبد، احنا التقينا اكيد طبعا مع الدكتور يوسف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، واتكلم معنا عن اكتر من نقطة مهمة جدا، وهي متعلقة بلقائه مع وزير الزراعة امس في المؤتمر اللي التقى فيه المستثمرين، وعرض عليه المشاكل الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والحل اللي فيها. وان شاء الله يعني لقانا مع الدكتور عبد العزيز السيد، ولقانا مع الحاج ممدوح حمادة، ولقانا مع باقي الشركات هنزعها الاسبوع اللي جاي لعدم وجود فرصة ان احنا نزيع كل هذه اللقاءات، وكمان لضيق الوقت ومعنا شغل تاني. هنطلع للقاءنا مع الدكتور يوسف العبد رئيس شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية، نرجع لكم تاني. دكتور يوسف العبد رئيس شركة المهن الطبية، أهلا بحضرتك في برنامج من سزرع المليون. النهاردة احنا في معرض أجرو دلتا في دورته الثالثة، كنت عاوز أعرف من حضرتك يعني إيه اللي بتقدموه في المعرض هذا العام لصغار المربين، صغار المزارعين، الناس اللي احنا شايفينها بتسأل ومتجمعة في المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر حتى طبعا أستاذ شعبان وبرنامج من سزرع المليون. هي شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف ميفكو، شركة وطنية مصرية عريقة من عام 1983، تأسست منذ عام 1983، أكثر من 35 عام النهاردة في خدمة، أو 37 عام في خدمة قطاع الثروة الحيوانية والدجنة والسمكية في مصر. بنقدم مستحضرات جديدة سواء أدوية بيطرية وإضافات الأعلاف ومركزات بتخدم قطاع الثروة الحيوانية، بتقدم الجديد دايما كل سنة. الحمد لله عندنا أقسام للأبحاث والتطوير والدعاية والمبيعات، وأقسام الحمد لله بنحاول نخدم ثروتنا الحيوانية، نحن نقدم مستحضرات جديدة وأفكار جديدة تخدم قطاع الثروة الحيوانية في مصر. بالنسبة لمشاركتكم النهاردة في المعرض، هو معرض أجرو دلتا يتميز بمميزات كبيرة جدا، هو في مدينة المنصورة قلب الدلتا وسط المزارعين وسط المزارع الدواجن والمربيين الصغيرين. احنا بنحاول نوصل لهم، بنحاول نتواصل معهم، بنعرف مشاكلهم، بنعرض المستحضرات اللي عندنا بصورة بسيطة، ونحاول ان احنا نتناقش معهم ان هم محتاجين ايه من السوق، محتاجين ايه مننا كشركات، محتاجين اننا احنا بنقدمه لهم، وبنعرض لهم المنتجات اللي هي الحديثه عندنا، وبنقول لهم المستحضرات دي فايدتها ايه والجديد فيها ايه. والحمد لله احنا عندنا سنويا مستحضرات، الحمد لله شركه المهن الطبيه تعود بسوق جديد متالق بعد سنوات كبيره جدا من الانحدار. الحمد لله عام 2019 2020 شهدت تطور غير مسبوق في الانتاجيه، وتطور غير مسبوق في تطوير خطوط الانتاج والمستحضرات الحديثه، والحمد لله ان احنا دايما في تطور مستمر، بنقدم مستحضرات، بنتواصل مع المربيين والمزارعين، قمنا دوات على هامش المؤتمر، بنتواصل مع الاستشاريين الدواجن والمستشارين المزارع، ان هم دايما بيوجهونا نحو ان احنا ازاي نبقى نحو المسار، نحتاج السوق، وبنبقى دايما تصحيح المسار كلنا مع بعض، ان احنا لان كل دايره واحده، وبلدنا طبعا محتاجه مننا نشتغل تكاملي مع بعض عشان ننهض بثروتنا الحيوانيه والدجاجه. بشكر حضرتك جدا دكتور يوسف العبد رئيس مجلس اداره شركه المهن الطبيه البيطريه، شكرا جزيلا. شكرا شعبان، شكرا يا فندم.